إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، فين مكتو مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة الرحمة. قصة اللي معنا اليوم قصة غريبة، قصة عجيبة، قصة يقدر الإنسان أنه يتقبلها ويقدر الإنسان ما يتقبلهاش، لأنه ما عرفناش على حسب الأقوال اللي كيتكلم عليها هذا المواطن المتضرر مسألة ديال الثقة، والثقة وخصوصا ملي كتجي من ذوي القربة. هنا ما عندناش ديك ذوي القربة أنه قرابة ديال الدم، ولكن ذوي القربة انه الناس اللي قرب ليك، الناس اللي ربما كنتي كتعول انه غادي يكونوا مسؤولين عليك وكيهضروا بلسانك وكيهضروا عليك وكيواسيوك كيأزروك، خصوصا اذا كان عندك واحد في الدار طفل معاق ذهنيا وجسديا. فهذا الاب هذا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين شوف تي في، عنده واحد الابن كما قلت مسكين معاق ذهنيا جسديا، ما كيتحركش من بلاصتو. هادشي جا من عند الله عز وجل. السيد راضي بالقضاء ديال الله والقدر ديالو، مؤمن بهاد المساله هادي، ولكن على حسب القول ديالو تفاجأ بانه في يوم من الايام، اللي كنقول يوم من الايام هادي مده ديال سنتين، تفاجأ بواحد السيد خارج هو من المسجد كما تسمعوا معايا، تكلم معاه قال لي راه قالوا لي بان عندك واحد الطفل معاق. قال لي اياه الحمد لله اللي عطى لي الله مرحبا. قال لي ودي جيب لي الوريقات ديالو باش نديرو ليه واحد الباركينغ سميتو باش تعيشو معاه. السيد مسكين ما فحالوش، يعني مستفد غير من السكن ديال الدور الايلة السقوط، ما عليناش. قال الحمد لله جا الفرج ديال الله ورزق ديال داك الوليد راه جابو الله، وهو بالفعل كل دابة في الارض الا على الله رزقها، الحمد لله رزقه جايبو الله عز وجل، لا بهذا ولا بلا به. ما عليناش. السيد فاش عطاه الوثائق اول حاجه قال لك اودي انا قلت هذا الكلام ديما كيقولوه ليا اودي صافي خلي. داز مورا واحد الاسبوع تلاقى معاه عاوتاني، انسيست عليه كما كنقولوا بيك عليه مزيان، قال لي ما شك ما شتيش الوريقات. السيد قال وهذا السيد ملي جا عندي الاولى وجا عندي الثانيه، اذا هذا السيد هذا راه مسكين معقول، والسيد معروف عندنا، السيد كيمتنا، اذا انا سيدي غنثيق. ف جمع لي الوريقات، مشى مع السبير قد ما المسائل وصلوا للميتراج. كنعرفوا بانه هذه المساله ديال ملي كتبغي تاخد باركينغ كيجوا يعبروا معاك، كيقول لك انت عطينا الحدود، وكيجوا كيخرجوا واحد المسؤولين واحد المصلحه تما كاينه في المقاطعات، في اي مقاطعه. حنا هنا كنتكلموا على جماعه الضرب وعزه، دائما مساله الضرب وعزه ولات كتجي حساسيه، مع احترامي للناس ديال الضرب وعزه، كندوي على المسؤولين على الجماعه. ما عليناش. فالسيد جابوا العبارة الناس يعني مسائل إدارية، فمدة سنتين هذه ما كاين حتى شي حاجة، والو، حتى شي رد ما كاينش، سلبي أو إيجابي ما كاينش. هاد السيد هذا دخلوا الفضول، دخلوا الشك، دخلتوا العديد من الأمور، فقال ما يمكنش أنني نبقى ساكت، خصني نتكلم باش المسؤولين يعرفوا هاد المسألة أول حاجة. وثاني حاجه اذا كان خارج، حيت كنعرفوا هاد المسائل كتوقع، اذا كان هاد الباركينغ هذا خارج بسميت ولدي وكيستافد منه شي واحد اخر الله اعلم، اذا كان هاد السيد هذا الحدود هاد اللحظه قال لك انا ما كنوجهش ليه شي اتهام مباشر، ولكن دخلني الشك، لانه الحدود هاد اللحظه خصوصا بعد التصرفات اللي صدرات من هاد السيد هذا او هاد الممثل ديالهم، صدرات منه بعض التصرفات اللي غتسمعوها معنا، هي الكلام اللي قلت لكم غتسمعوه معنا على لسان هاد السيد هذا. كنعتذر لاني طولت، ولكن هذه قصه كتستحق المشاهده، كتستحق الانسان يتبعها حتى الاخر، لانه هذه قصه للعبره اول حاجه، وثاني حاجه انه ما بقيناش عرفنا الناس هذا الجشع وهذا الطمع وهذه المسائل. شفنا هذا الشيء هذا في الزلزال اللي وقع مؤخرا اللي كنطرحوا على الضحايا مره اخرى، شفنا بعديد من الامور انه الناس كتستغل الناس، ما بقاش الخوف من الله، ما بقاش الخوف من الله، ما بقاش الانسان كيخاف الله عز وجل.
إذا كنتمنى أنكم ما تمشوش بعيد، بقاو معنا حتى الأخير نسمعوا القصة ديال هذا المواطن هذا. كما قلت ما تنساوش البارطاج، لأنه هذا السيد راه عنده واحد الوليد مسكين ما شاء الله زوين، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل معاق. القوانين كتقيدنا دائما كما راكم عارفين، أننا نبينوا الأطفال أو نبينوا الدم أو نبينوا المعاقين أو العديد من الحوايج اللي ممنوعين عنا عبر فيسبوك أكيد. لهذا فكنتمنى أنكم تبقوا معنا وتستمعوا لهذه القصة الغريبة والعجيبة. بقوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج. نعم. أشنو اللي وقع الحاج؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كمواطن غادي نعاود القصة ديالي في على هادشي اللي طرا ليا أنايا. أنا في هاد السن ديال 78 سنة، وعندي ولد معاق جسديا وذهنيا، والعين بصيرة واليد قصيرة، وأنا أي واحد كيبغي يغتنم فيا هاد الفرصة ديال اللي عطاني الله تعالى، كيجي عندي واحد وكيقول لي وكيسولني واش عندك، قالوا لي بان عندك ولد معاق. نعم سيدي عندي واحد الوليد معاق عطاه لي الله تعالى. كيزيد كيسولني واش عندك شي وراق ديالو، ديال وراق ديالو ديال الدكاتره وديال البروفيسورات اللي هما كيدوزوا لاصحاب الاعاقه. ارى لي جيب لي دوك الوراق ديالو. انا ملي قال لي جيب الاوراق بحال انا شكيت، قلت مع راسي ملي تفارقنا، قلت مع راسي واقيلا هذا بغى ينصب عليا كيما نصبوا عليا الاولين وداك الشيء. ولكن من بعد ما غدوز ثاني شي ايامات وغادي يعاود يتلاقى معايا فاس فاس وغيسولني فلان وفين هذوك الاوراق اللي قلت لك. عاود ثاني النفس ديالي كتراجع لي وكتقول واقيلا هاد السيد نيت كيهضر بالمعقول، وانا اش غنخسر؟ غندير فوتوكوبيات وغنعطيهم ليه. واذا بي كندير فوتوكوبيات وكنعطيهم ليه. دوز شهر، دوز سيمانه، دوز سميتو نقدر نتلاقى معاه ولا على غفله ولا شي حاجه تيسولني ومضرق وجاو عندك شي ناس. اشكون الناس؟ لا راه غيجوا عندك شي ناس، ما جا عندي اشتري حتى شي واحد، حتى شي واحد ما جا عندي. لا غيجوا عندك، سير اليوم، سير الشهر، سير سميتو. شوف عرفتي اش غدير؟ سير قلب على شي بلاصه دير فيها باركينغ وغادي نعاونوك باش تاخذ باركينغ وهادي وهادي وهادي. الله اكبر، ما كاين حتى مشكل. مشينا للسيبر، جبنا انا والسيد جبنا المتروات، عبرنا من البلاصه الفلانيه حتى البلاصه الفلانيه، درناها حتى هي في هذيك الطلب اللي كتبنا في السيبر، دفعناها عطيناها. كنتسناو اليوم غدا، مضرب باقي اليوم غدا باقي، حق العبار خطره هادي. ولحد الان دابا راه دازت 3 سنين هادي ولا 4 سنين، ما كانش اللي وفى بالكلام ديالو. هذا واحد، هذا واحد. كاينين ناس اخرين اللي نصبوا علينا باسم المعاق، يجي يتسوقوا الخبر، قالوا لينا بعد اعطينا الوراق راه غنشوفوا لك شي محسن ولا محسنه اللي غادي على الاقل تعاونك باش تشري الكوش، باش دير هذه، باش دير هذه. حتى هو كيدي الوراق ما كياخذ شي حاجه، راه حنا ما كيعطينا والو. هاد الناس كيغتنموا فرصه في الناس المساكين اللي عندنا كنديروا فيهم الثقه، كيغتنموا فينا فرصه. حنا عندنا معاق. غادي نبقاو معاك الحاج، اسمح لي، غادي نبقاو معاك في هاد السيد هذا اللي هو كيمثلكم كما قلتي. قلتي لي واحد اللقطه شتيها وقعات ملي قرب الحج. ابقى في بلاصتك غنسمع انا غنقول لا عرفتك ما كتسمعش مزيان، انت عا خليك في بلاصتك غنغوت مزيان باش تسمعني. قلت لك خليك في بلاصتك حيت كان قاد العسل. قلت لك قلتي دابا هاد السيد
قلتي شتي واحد اللقطه انه كان قرب عيد كبير. اها قلتي شي لقطه وقعت شي سيده جات سولتني عاود لي هذيك اللقطه كيفاش اللي خلاتك انت شكيتي. اخي انايا والله ما نكذب الى سيده انا واقف قدام الباب ديالي جاي دايزه واحد السيده شافتني الشريف السلام عليكم. عليكم السلام لاله. بغيت نسولك على فلان. على فلان. قلت لها نعت لها نعت لها المحل. المحل ديالو. نعت لها المحل ديالو. مشات واذا بيد حب استطلاع الراي حتى انا ملي تم جايه راجعه عاود سولتها ونقول لها وا مضرا الشريف لقيتي هذاك السيد؟ قالت لي قالت لي راه لقيته. قلت لها شنو قال لك؟ قالت لي راه قال لي يكون الخير. قال لي يكون الخير. ولكن انا عارف بان هذاك السيد في هذاك المده ديال هذيك اللي هي طالبه على ذاك الشيء هذيك المده ما غيكونش فيها هو هنايا. علاش فين غيكون هو؟ غادي يكون مشى للحج. دابا كان غادي للحج. نعم قيد غادي للحج. غادي لبيت الله. غادي لشي بيت الله باش يحج. ولهذا انا قلت مع راسي انا لو كان كان لو كان مع نفسه صادق كان غادي يقول لها سمحي لي هاد العام ما غنكونش حاضر هنا العيد. حتى العيد جاي ان شاء الله واجي مرحبا بك باش حتى هي باش حتى هي تمشي تدبر على جهه اخرى. ماشي تقول يقول ماشي يقول لها ويكون الخير. لا يعني لا قال لها يكون الخير راه ضمنت لديك الحاجه غتقضى لها واحد 60% 50 60%. زيدي حدا واش فهمتي يا اخي؟ كنسمع. انا دابا كنقول بان احنا العقد الضعافة احنا كضعافة اي واحد جا وبغى يدير معنا كيهضر معنا بهذا الشيء ديال بانه الخير وبغى يدير معنا الخير وسميتو كنطيقوه كنطيقوه. كتشوف الشكاره مقطعه. نعم كتمشي في الشكاره مقطعه. ايوا كنمشي في الشكاره مقطعه. انا قال لك المؤمن يامن والكافر ياخذ في الله. انا كنطيق يجي واحد يكذب عليا وهو كيتوشيني في واحد الفلده كبير ديالي واللي هو بغى يعاونني فيها هو كولدي نثيق فيه 100%. واذا به ملي كدوز الايام وداك الشيء كنلقى هذاك السيد بانه هو كذب عليا اولا هذيك السيده راه كذبت عليا. ومنهم عداد منهم عداد والله وعلى والله على ما اقول شهيد الى يومنا هذا. راه كنشري باكية الكوش بألف ريال فيها تسعات الحبات بألف ريال. حنا ما نهضروش حنا ما نهضروش على ما كلتو ولا على شرابو ولا على هادي. وحتى حتى هاد العبد اللي كيهضر معاكم الإخوان هاد العبد اللي كيهضر معاكم راه داير مسرحين ليه العرق ديال القلب خطرتين. مريض بالقلب مريض بالطونسيون مريض بالكلاوي. وانا ما كنهضرش على راسي انا كنهضر على قبل هاد الوليد اللي عطاه لي الله هكا وانا حامد به الله تعالى. ولكن ما تغتنموش في هاد الفرصه هادي وتشوفوا عند هاد الولد المراهق وتبقاو تجي تنصب عليا ولدتي يا فلان انت تجي تنصب عليا. هذا هو هذا هو المشكل. عطيت السيد نسمعوه. خليك معايا خليك معايا. السلام عليكم. السلام. هذا الشيء اللي كيقول الزوج ديالك صحيح؟ اييه. اييه شحال من واحد كياخذ الدوسي وكيتفلى علينا. تفضل. كيتفلى علينا رجاله وعيالات. دابا انا وليت كنعيا انا ما بقيتش كنقد عليه. يعني الدري ولات عنده 19 سنه. انا ما بقيتش كنقد نهزو. الا بغيت نهزو نهودو من التحت ما بقيتش انا وليت كنعيا. انا ما نقدرش دابا نخرج نخدم ونخلي حيت ما عنده حتى شي واحد اللي غيقابلو ليا. انا اللي مقابله. انا اللي نوكلو انا اللي نشربو والدري خاصو شحال من حاجه وحاجه. يعني هو والكروس عنده احتياجات خاصه. يعني خاصو اللي قابلو. انا خويا عيت انا راه حالتي تشوف حالتي توريكم كي دايره خوتي. الا بغيت نخرجو خاصني 66 شبه باش نخرجو. وليت كنطلب الدراري هاودوه ليا من الفوق حتى لتحت. انا كنسكن دابا في تروازيام. يعني خاصو كروسه دابا هاي خاصو كروسه ولات كروسه عنده ولات كتجي صغيره. يعني فين هما هادو؟ فين هما هاد الجمعيه؟ فين هما هادو اللي كانوا واقفوا معاك؟ فين هو ما كاينش كيقولوا وما كيديروش.
قتلكم قبل كيقولوا واخا 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 وشي حاجه ما كايناش. كتجي المعاونه، كتجي المعاونه في رمضان، في رمضان وكنشوفها كلشي بعينيا، ولكن ما كيعطيونيش. شحال من واحد خايب دوسي، ولكن انا ما بغيتش نقول لهم دابا، ما بغيتش نقول لهم الاسماء ديالهم. الا مشيت قلت لهم الاسماء ديالهم راه كاين، ما بغيتش. ولكن غتجي واحد الوقيته وغنقول لهم الاسماء ديالهم. ولكن دابا انا ماشي دابا، انا كنطلب منكم خوتي المغاربه يعني وقفوا معايا في هاد الدريري. راه انا عييت، انا ما بقيتش كنقد عليه، يعني ما بقيتش انا ما بقيتش كنقد عليه. راه انا اصلا وليت مريضه، وليت معصبه، وليت بزاف الحوايج، يعني ما بقيتش كنقد نهزو. يعني خاص هذا بعدا خاصو واحد اللي يهزو واللي يهبطو ليا. انا ما بقيتش كنقدر نهزو، ولا ثقيل عليا. انا وليت دابا كيضروني الكلاوي، انا بحال شلت من رجليا، ما بقيتش كنقد عليه. شكي كيدير فيك هو مسكين، كيشوفك كيشوفو يا حيت حاس بيا، هو حاس بيا. يعني الراجل ها هو مريض، انا تنا ما عنديش العوين، عندي الله سبحانه هو عطاني هذا الرزيق. انا حمد الله وشاكره، انا حمد الله وشاكره. انا وزيدون انا مريض، والراجل انتما كتشوفوا حتى هو راه مريض. خوتي عاونوني عاونوني، راه عاونوا لهاد الدري، عندكم فيه الاجر بزاف بزاف بزاف. هذه اللي بغينا نقول دابا، حنا بغينا نعرفوا هاد الناس علاش كيستغلوا المآسي ديال الناس وكيضحكوا عليهم. هذا هو السؤال، وعلاش الانسان كتعطيه خاطره انه يدي ديال واحد الانسان اللي هو قليل الصحه. انا كنقول لهم كولوا ووكلوني معاكم، كنقول لهم انا كولوا كاع اللي خدا ليا شي دوسي. شوف راه ما كاين عار ربي والموت، هو كان غادي يجي زنزان كان غادي يدي كل شيء. ولكن انا ما كان انا ما نسمحش لهم. انا من خدا شي دوسي، من خدا لولدي شي دوسي، انا ما نسمح لي لا دنيا لا اخره. هو ماشي انا، هو راه غادي متقل. اكيد غادي متقل، مسكين ما عارف والو. يعني ما عارف والو حتى دابا، هما كيشوفون من برا، ولكن انا هزاه. والله يخلي لي با ويخليني مو. انا حامده بالله، انا حامده بيه الله وشاكره. 19 عام راه كيبان بحال يلاه عنده 11 عام. انت كتشوف خويا حالته كي دايره. انت كتشوف حالته 19 عام انت كيشوف 11 عام. يلاه دابا هذا عنده 19 عام. انت هذا عنده 19 عام. ولكن الحمد لله اللي عطاني به هذا الله رزيق. انا حامده بالله وشاكره. وانا كنطلب كنقول شوفوا خوتي عاونوني في هذا الدري، واجيو تتشوفوا حالته. انا راه ما نكذبش عليكم، اجي تتشوفوه. يعني خاصو بزاف الحوايج، خاصو ماكلته، خاصو ليكوش ديالو. انا تغلب دابا في ليكوش ولا فيها تسعود، وما بقاوش كيقدوني الصغار، خاصو كبار. الف ريال كدير 50 درهم، يعني واش يلا وضربوا الحساب وشوفوا شحال عندي. عندي خاصني دابا خاصني ثلاثه حتى الربعه في النهار اللي خاصني ندير لي اربعه. واخا واش حنا تقول لي واش نديروا شي رقم ديالكم نتوما هنا اللي بغيتوا توصلوا معكم شي ناس؟ اييه نديروه. اييه خويا مرحبا مرحبا. اعطيني الرقم الذي رقم ديال ديال التليفون. ديال التليفون هذا نقول لك بلاتي صفر بلاتي. قول لي 0 06 31 زيدي 26 زيدي 41 زيدي 73. عاود لي الرقم ديالك. 0 06 31 26 41 73. واحد المسألة اللي بغينا نشيروا لها خوتي المغاربة، هو هذا كما كنقولوا هذا على شكل سؤال، هذا على شكل سؤال كنوجهوه للناس ديال الجماعه ديال دار بوعزه. بغيناهم غير يتاكدوا لينا اولا العماله ديال اقليم النواصر يتاكدوا لينا من واحد المساله، الله يجازيهم بخير والله يرحم الموالدين من هذا المنبر هذا، يتاكدوا لينا من هذا الطفل هذا واش خارج شي حاجه بالاسم ديالو اولا لا. اسميت الطفل هذا؟ سميتو الحلبي وليد. الحلبي وليد. التواصل اللي دافعين نتوما دافعين بالسميه ديالو هو. اييه الحلبي وليد. واخا هذيك ديال الرخصه ديال الباركينغ سي دافع بسميتو ياك الحاج؟ بسميتو، عندي الوراق عندي كل شيء. واخا لا احنا باش الناس يعرفوا. اذا نتوما دافعين بالاسم ديالو هو. اييه الاسم ديالو. اذا كنتمناو من الناس ديال العماله ديال اقليم النواصر او الناس المسؤولين على الرخص ديال السيارات او لي باركينغ بصفه عامه اللي كاينه في دار بوعزه يتاكدوا لنا، الله يرضي عليكم والله يخليكم صحتكم، يتاكدوا من هذه المساله هذه، يتاكدوا من هذه المساله ديال الحلبي وليد. الحلبي وليد، تذكروا معنا هذا الاسم مزيان الله يجزيكم بخير. الحلبي وليد، لانه حنا كما قلت حنا من بر محايد ما نقدروش نتهموا شي واحد، ولكن
في العديد من الحالات شفنا النصب والاحتيال وشحال من كارثه وقعات وشحال من حاجه اللي كانوا ديالها كانوا بعض المسؤولين جماعيين وبعض المستشارين وبعض المسؤولين بصفه عامه اللي كانوا ابطال ديال بعض الحالات اللي لقاو فيها النصب والاحتيال لقاو ناس واخدين كريمات واخدين العديد من الامور يعني كما كنقولوا اكراميات العديد من الامور واخدينها باسماء ناس مساكن اللي هما محتاجين ليها فامس الحاجه اليها ولكن حصلوا ناس اخرين هما اللي مستافدين منها ومشاو ادوا الثمن ديالهم لهذا كنتمناو من الناس كنعاود نقولها وكنتمنى هذا الميساج يوصل وتبارطاج هذا الفيديو باش يوصل الناس ديال جماعه الدرب وعزه ويوصل لعماله اقليم النواصل الحلبي وليد الله يجزيكم بخير غير مجرد فضول مجرد شك كنتمنوا انه يديروا هذا العمل هذا ويتاكدوا الا كان شي رخصه خارجه باسم ديال هذا الوليد هذا راه مسكين راه حالته والله ما تقدروا تشوفوا فيها راه كون كنا حنا كتعطينا القوانين اننا نبينوا بحال هذه المسائل هذه انا مأكد بانه هذا الليل هذا بنادم ما غيجيش النعاس وما ياكلش الماكله لانه مسكين طفل ما شاء الله عطيه الله قدر ديالو ديال الجمال ما شاء الله زوين ماشي شي واحد ما شاء الله زوين يعني سبحان الله قدر الله وما شاء فعل دري زوين الجسد ديالو سبحان الله العظيم ما كيبانش بان عنده 19 عام انا تفاجات حاليا ملي قالت لي الام 19 عام الدري كيبان يلاه عنده شي 11 عام 12 عام شوفات عنده مسكين باقي ديال البراءه دابا راه كنهضر مع 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 والديه هو كيشوف فيهم هما وسبحان الله العظيم دابا تلفت لي واحد التلفيته سبحان الله بحال عطيه الله حيت ملي كيحيد الله شي حاجه من شي جهه كيعوضها بجهه اخرى اكيد عطيه الله واحد الاحساس دابا والله الا كنهضر وكيشوف فيها شكات كما قلت لك ما تسمح القوانين غندور الكاميرا بالزربه غتلقاو كيشوف فيها حتى تشوفها حاس بيا اشنو كنقول لهذا كنتمنى اخوتي المغاربه انكم توقفوا مع هذه العائله هذه حطينا الرقم ديالها راه كما قالوا لكم حطوا العديد من الدواسه راه ماشي اول دوسي راه الدري معاق عنده 19 سنه يعني 19 عام هما كيعانيو مع هذا الوليد شوفوا شحال من سنه هما كيدفعوا في الدواسه وحتى شي حاجه ما استفد من هذا الوليد رغم انه من الاولويات وكنعرفوا الاولويات شكون كاينين كاينين المعاقين كاينين الارامل كاينين اليتامى وكاينين المساجين هذه في القانون ديال لي باركينغ على ما اظن كاين حتى شي حوايج اخرين بان حيت كاين اولويات كما قلت اجدد كاين المعاقين كاين الارامل كاين اليتامى وكاين المساجين اذا هذا من الاولويات هاد السيده هاد الوليد هذا من الناس الاولين الصف الاول اللي هما المعاقين ذهنيا وجسديا بالله عليكم خوتي المغاربه واش هاد الناس يطمعوا فيهم بالله عليكم واش هاد الناس يطمعوا فيهم عباد الله حنا كنعاود نقول حنا ما اتهمناش هاد السيد شي اتهام مباشر ولكن كنتكلموا على العديد من الدواسه العديد من الملفات اللي مشات كما كنقولوا سله المهملات او يعلم الله بها دابا لهذا فكنناشدوا عماله اقليم النواصر وكنناشدوا جماعه الدرب وعزه انهم يبحثوا في هذه المساله هذه وتاكدوا هذا الوليد واش عنده شي استفاده او ما عندوش والله يجزيهم بخير ما حتى لهنا غادي ننهي هذا البث المباشر على امل لقاء بكم بث مباشر اخر وعلى امل ان شاء الله غنتبعوا الملف ديال هذا الوليد هذا ديال الحلبي وليد وديال الاب ديالو والام ديالو ولا حول ولا قوة إلا بالله ديال الكلمة نقول وضربنا الزنزال وسبحان الله العظيم وباقي ما بغيناش نفيقوا وباقي ما بغيناش نفيقوا الله يرد بينا الله يرد بينا الله يرد بينا إلى اللقاء.